مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير واهلا بكم معنا في جوله اخباريه جديده من داخل صاله التحرير اليوم السابع. حرص رجال الشرطه على توزيع الورود على المواطنين في الشوارع احتفالا بعيد الشرطه رقم 66، وذلك لمد جسور التواصل مع الشعب المصري العظيم. ويذكر أن جهاز الشرطة يحتفل بمرور 66 عاماً على ملحمة رجال الشرطة في الإسماعيلية سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز ببسالة ورفضوا تسليم مبنى المحافظة حتى أعجب الجنرال الإنجليزي إكسهام بشجاعتهم. وعندما خرجت جثثهم من المبنى أمر جنوده بمنح الشرطة المصرية التحية العسكرية تحية لبطولاتهم. تسبب سقوط الأمطار الغزيرة في غرق شوارع التجمع، وازداد الأمر سوءا في شارع 90 الذي تحول إلى بركة مياه، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين والسيارات. وكانت قد شهدت محافظات الجمهورية حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على كافة أنحاء الوجه البحري، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتمتد لبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء ستكون غزيرة ورعدية حسبما قالت الأرصاد. نقلت وزارة الثقافة تمثال رمسيس الثاني من مكانه في نادي الرماية إلى البهو العظيم في المتحف المصري الكبير، وذلك في حضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وغادة والي وزيرة السياحة. وكان الدكتور زاهي حواس والدكتور ممدوح الضماطي قد وصل أيضا لمشاهدة الحفل، حيث وقف تمثال رمسيس وحوله الرافعات في مشهد مهيب تقرأ حول الموسيقى العسكرية على أنغام السلام الجمهوري بحضور لفيف من سفراء ووزراء العالم. ودع 1647 سجينا السجون بموجب عفو رئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير المجيد، حيث تم الإفراج بالعفو عن 1358 من النزلاء في السجون والإفراج الشرطي عن 289 سجينا. وجاء ذلك إعمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لعام 2018 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير، حيث واصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1358 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وبشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 289 نزيلا إفراجا شرطيا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جولتنا الإخبارية داخل صالة التحرير اليوم السابع انتهت. انتظرونا في جولات إخبارية جديدة. كان معكم علي الكشوتي.